إلا قذيفي رجت البيت رج ساعتين وأنا قاعدة والله العظيم بالحمام ساعتين عيرت الصعب ارجف 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 وإني عدت أعرف وين الباب ما عدت أعرف نتيجة المعارك الدائرة ونتيجة الاشتباكات الدائرة وصدقا حملوا الأيقونات على رأسهم هيك لشوي الخشب يقيهم من الشظايا اللي كانت عم تنزل بالمنطقة هون. أنا عندي قناعة إنه إذا بدي دشر بيتي حتى إذا بدي دشر بلدي ما عاد غالي لي. بيتي اللي أنا ربيت فيه اللي أهلي عمروه تعبوا فيه لعمروه إلي فيه كتير ذكريات إلي فيه كل حياتي فأنا وقت اللي بدي دشره معناتها بلدي ماني سائل عنه وأنا هذا شيء كتير ضده فما دخلت بنقاش إني أترك أو ما أترك ولا 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 لحظة صدقا ولا لحظة يعني ماني عم قلك صعوبات بقاء أفضل رغم كل شيء مر يعني صدقا نحن مرينا بأزمات الله لا يورجيها لعدو مو لعدو يعني اليوم لو نعاد التاريخ تاخذوا نفس الخيار رغم كل شيء اول شيء انت ثبتي وجودك كيف كانت ظروف الحياه اليوميه بهذه المرحله كانت كثير صعبه أنا كنت كل يوم أطلع لعبي مي يأكل معي تقريبا شي ساعة هالشي كنا نلاقي أحيانا مي يعني خزان مي بالشارع نعبي منه جامع الفضائل أحد المصادر ثلاث شهور ونص على الحشيش حشيش من الطريق ما من لوم حشيش ما في أكل هذا الشيء كان يأكل معي تقريبا ساعتين كل يوم زبدية تطلع بالنتيجة زبدية لأنه مهما جبتي حشيش بدك أول زبدية إلى زبدية إلى زينت نقي لا تنقي لا تنقعي بالمي وتعقمي وبعدين لتطبخي يعني قديه بده هذا اول شيء بده كتير شغل بعدين شو يطلع يعني مهما كانت الكميه بس انغليتيها تبقى كميه قليله حشيش بري رامي اكثر من مره اللي زرع فوق فاصوليا قالوا ليش لقيمت بقى يعني قصه شيء قلنا اسا بدي انتظر لحوش فاصوليا بمرحلة دخول المساعدات بشباط ودخلت الأمم المتحدة والهلال الأحمر ما شافوكم ما حكيوا معكم ما وصل شيء وصل عن طريق الأب فرانس ما بس لقلنا لكل شيء موجود كمسيحية الكمية اللي وصلت أول شيء هني كمواد من مواد الكمية اللي وصلت 700 جرام للشخص 700 جرام طحين 150 جرام رز عفوا برغل 150 جرام عدس كيلو رز كيلو سكر علبة فول 250 جرام للأربع أشخاص يعني بيرجع معدل للشخص 62 جرام ونص قنينة زيت كمان للأربع أشخاص قنينة زيت اللتر هي ما فيها لتر يمكن يكون أقل بس بيقولوا لها قنينة زيت لتر وباكيت معكرونة نص كيلو للأربع أشخاص يعني 125 جرام معكرونة تضمن الاتفاق في اليوم الثاني إدخال قافلات الغذاء وإخراج من تبقى من المدنيين بدأت منذ الصباح عملية تجهيز المساعدات مع تسجيل الملاحظات التالية
بلغ وزن السلة الغذائية الواحدة 60 كيلوغراماً. تضمنت السلة 25 كيلوغراماً من مادة الطحين، إضافة إلى مادتي زبدة الفستق وحليب الأطفال. ورغم هيك هدول بعد يومين انسرقوا من قلب البيت. نحن 38 سرقة و12 قذيفة على البيت. سرقوا زيت، سرقوا يعني آخر شيء، آخر شيء بقي هو الزيت. سرقوا زيت وسرقوا دبس رمان وسرقوا شو في بهارات موجودة كانوا ياخذوها. بالصدفة لقيت بقيان شوية مربى كمان أخذوهم. يعني شغلي شغلي ما لا توصف. أنا كنت عم بسمع من أهالي المنطقة أنه عم يدخلوا ويسرعوا. دقوا الباب فتحت، طبعا ما هو شخص واحد، مجموعة كانوا يمكن شي 5 أشخاص بتذكر وقتها. بس أول ما فتحت له دخل، بعد ما دخل مباشرة طلع الفرد حطه براسي، قال مخبر؟ قلت له مين قال لك أني مخبر؟ قال دريت. قلت له شو دليلك على أني مخبر؟ قال ايه ادخل هلا ادخل، هذا الحكي كله على الدرج برا. دخلنا لهون، انا دريان انه بدهم يدخلوا وياخذوا، عم يدخلوا وياخذوا اكل. فسبقت عليه قلت له هلا شو بدكم؟ قال بدنا اكل. قلت له الله محييك، بدك اكل ادخل شوف هاي المطبخ قدامك، شو بدك شيل والله معك. بلشوا واحد ورا الثاني بيفتح الخزانه بشوف شو فيها، بياخذ وبيرد بسكر. بيجي واحد لقد بيفتح نفس الخزانة. قلت له ايه بس بعد اذنك يعني انا كمان بدي اكل، خلي لي شيء اكله. ما خلوا شيء يعني ما 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 فحصوه. للصدفة كان بقيان باكيتين دخان حاطهم انا بالبراد ونسيانهم. لا انا بدخين ولا زينات بتدخين. كان الله يرحمه انس يدخين، وكانت هاي الفترة انه كان انس حتى متوفي. قال عندك دخان؟ قلت له لا. قال لك شو هدول؟ كان حاططهم بعبه هو. قال لك شو هدول؟ قلت له والله نسيانهم، هدول كان اخي الله يرحمه يدخن وحاططهم بالبراد. وما في يعني البراد هو صاير عباره عن مثله مثل اي خزاني تاني لانه ما في كهرباء، بس هيك انه محطوط بالبراد. قلت له هدول انا نسيانهم وانا ما بدخن، ولو بدخن ما كنت لقيتهم اساسا يعني. كان في عندي شوكولا، الشوكولا اللي كانت موجودة مرة، بتعرفي الشوكولا المرة هاي بالضاين ما لأنه ما فيها سكر فما في مشكلة. طبعا هاي من ايمات، هاي من آخر 2011 موجودة عندي، لقوها بال 2014 ولو ما أنا محفوظة مزبوط ما بتبقى. لقوا عندي تين هبول، لقوا عندي جوز بلدي كمان دايما عمالي دير بالي عليه مشان ما يطال، هذا كله راح. طبعا هاي اول دخلي خلو شوي، دخلي الثاني كمان نفس الموضوع. البعدة 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 كله يعني مرة من المرات دخلوا ما لقوا شيء، ما لقوا عندي لا رز ولا برغول، بدهم سكر ما عندي سكر. قال بده نشي، قلت والله يمكن في بالأطرميز بقيان معلقة ونص، خدوها. يعني شوف إلا وين، معناته هني الموضوع ما هو موضوع جوع، موضوع إنه موضوع إزعاج. يعني ما بدهم يخلوك، ما بدهم يخلو لك سبب انك تبقي. ورغم هيك بقينا وعشنا على حشيش لحاله.
أعطيتهم الأكل؟ أعطيتهم الأكل لأنه إذا ما أعطيتهم إياه بدهم ياخذوا بدي آكل قتلي. فلا لقيت الطريقة الأسلم لي إنه إيه خلاص بدك أكل خذ أكل. آخر كم مرة هلا أنا كنت بعض ببعض الدخلات كنت أقدر إنه أدخل معهم يعني ما إنه هم ما في أكل. بس آخر كم مرة دخلوا فيها حبسوني إلي ولأختي بالحمام وكانت كل مرة تتراوح الوقت بين الساعتين وثلاث ساعات. ايه البيت كله تحت تصرفهم، تنبيش وسرقة واللي بدك اياه بقى. بشباط رفضت تطلع. ايه بشباط. ما بس بشباط. بشباط نحن رفضنا نقنع البقية انه ما يطلعوا، لانه اصلا كنا تقريبا 60 شخص يعني 63 شخص، طلعوا الاربعين بقينا 23 شخص. سيدنا حاول. قلنا له لا. سيدنا لاخر مرحلة انه طلعوا. لا تبقوا. نحن هاكلين همكم. قلت له لا. وحتى يعني ببعض الأوقات كانوا يقولوا لنا إخواتي إنه عم يحاول يتصل معكم ليقولكم اطلعوا، قل له بس نشوفته قل له ما بدهم يطلعوا. يعني ما بس لحالنا إنه نطلع، يعني كل شيء كان قادر يتصل معهم يحاول يقنعهم إنه يطلعوا. على فكرة كل شيء بقي لأنه ما بده يطلع. نسمع أخبار. أنا كان عندي راديو عن من الراديو أسمع الأخبار تابع إنه شو عم بصير، يعني كان دائما عندي لهفي لأعرف شو عم بصير. بس شو عم بصير على أرض الواقع بشكل مزبوط، أول شيء ما كان يوصلنا شيء، وأنا ما كنت أتعاطى معهم بإنه شو عم بصير أو ما شو عم بصير. بس نسمع طراطيش حكي بخلال مرورنا بالشارع انه بكره طالعين بكره، يعني هذا الحكي من ايلول ال 13. شايف ما اخذته عم احمد الجد؟ ما في عم احمد الجد، ما في عم احمد الجد. الحرب 9 حزيران 2012 ساعتين وبيفتح الطريق، ساعتين وبيفتح الطريق، بعدين صاروا ساعتين، صاروا يومين وخلص الامور، يومين والامور محلول. يعني كيف يابانين امل على انه هن اللي بدهم يطلعوا يسيطروا؟ لا 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 لا، مو طلعه، مو طلعه، بس انه يفتحوها. ايه مو طلعه. معاملتي او حكي وقت اللي اضطر اني احكي مع حدا منهم كان دائما بحذر، لأنه بدك تعرفي كل كلمة شلون مقابلك بده يتقبلها. يعني أحياناً كانوا وأنا ماشي بالشارع، طب أنتوا ليش بقيتوا؟ أو أنت ليش بقيت؟ أنه طلعت عالم، صار كذا مجال لطلع. طلعت عالم ليش بقيت؟ لك يا أخي بقيان ببيتي. صرت حتى كلمة بقيان ببيتي ما عاد أقولها، لأنه كل ما تقولي لو بقيان ببيتي يدشرنا بيوت. شو بيتك رح يكون أغلى من البيوت اللي نحن دشرناها؟ مرة من المرات كنا واقفين بالصدفة، مع أنا كنت واقف مع ثلاث أشخاص، أي ثلاثة بالصدفة واقفين عمالين نحكي كان فترتها مطروح موضوع نقل الكتب من المكتبة تبعيت مطرانية السوريان أرثوذكس، وعلى اساس انه نجتمع نحن ونتعاون بنقلهم منه من المطرانيه على دير الاباء اليسوعيين.
تأخر شوي الوقت بس واقفين عم نحكي. بمرور أحد الأشخاص منهم وهو على بسكليت كهرباء، شو مبين انتقلت اجتماعاتكم من الدير للشارع؟ الأربع أشخاص اللي واقفين معي ولا واحد علق بكلمة. أنا مدري شو خطر على بالي، قلت له يمكن واقفين بحارتنا، بس هيك بهالعبارة، يمكن واقفين بحارتنا. قال أنت اللي قلت واقفين بحارتنا تعال عندي. هلا هو كشخص بالعمر بحدود 60-65، المهم أنه أكبر مني، فاحتراما لإله أنا أنه رحت لعنده. كان هو وقف تقريبا بعيد عن مكان ما واقفين تقريبا بحدود 15 متر. قربت لعنده، قال مين قال لك انه هاي حارتكم؟ قلت له ايه حارتنا. قال انتو اساسا جلب. انا وقت اللي بلش بهالمنطق قلت لا بيتاخذ ولا بينعطى. قلت له ايه مثل ما بدك. قال انتو لولا ما الرومان جابوكم لهون انتو وين كنتو؟ قلت له مثل ما بدك. قال لا ما مثل ما بدي، التاريخ هيك بيقول. قلت له انا بامرك. ولولا ما اني سايرته انه بامرك ومثل ما بدك القصه كانت كبرت. ليلتها ما نمت وانا عم بتخيل انه بدها تخلص الحارة ولا بده يرجع شيء جديد، يعني ما بعرف، خصوصي انه بالساعة 7 تقريبا بعد ما فضيت الحارة بالخالص ما عاد في حدا ولا في صوت، بال11 قبل الظهر المساوية سمعت حدا عم يحكي بالشارع. قلت يا الله، كل مرة بيقولوا بدهم يطلعوا وبيرجعوا، عشان هيك كان هذا السبب انه ما قدرت نام كل الليل. Thank you.
بكير وقت اللي قمت وفتحت الباب ولقيت في حدا عساكر وهيك نهار الجمعة. بس نهار الخميس عفوا جيش كان فاتح الجيش الخميس قبل الظهر بالتسعة تقريبا او عشرة كان في شخصين يعني كان فات الجيش ما انه فات بكمية لا كانوا شخصين مارقين مع شخص كان موجود هون بيقول لي هاي الجيش المزبوط قلت له يعطيكم العافية شو جايبين لنا معكم بدنا خبز وسكر قال لي تكرم عينك هلأ ما عاد في معي لانه وزعناه هون وهلأ المساوية من جبلك ايه وصدقا المسا جاب السلام عليكم كيفك عامل؟ أهلا بالشباب موجود أيام كانت مسلحين هون؟ أنا إيه؟ كيف كانت المعارضة؟ خليها لربك حالي بهدل شلون؟ حالي بهدل شو شو؟ بكفي تعرف إنه حالي بهدل بهدلي بهدلي يعني يلا بهدل الحمد لله على السلامة وجيتوا لكم الحمد لله على السلامة مبروك النصر أحلى فرح دخلتكم أحلى فرح شو كانت المعاملات شو كان الشغل خيو ما احتكاك معهم قبل واحدا ما في الضغوطات يعني كنا شي 25 دخول شغلي مرق بآخر نهار آخر نهار آخر شهرين ايه؟ آخر أيام ما في ما تنام لا بالليل ولا بالنهار من ورا شو فايتين طالعين ما تعرف شو بدهم أكل شرب مي شو بلاقوا عندك خيو هاوس طيب على راسي على راسي الحمد لله على السلامة لك أنت الحمد لله على السلامة الله يحميكم هيك عم يسلم الزنار عليك على اليمين بتضل ماشي دغري بعد البحر خبرينا كيف كان الوضع معكم؟ والله كان الوضع نحن كنا محبوسين بالبيت أنا نفسياً ما عاد قدرت طلعت بصراحة يعني منظر الحارة ومنظر الطرقات ومنظر الدنيا وكل ما طلعت يوم شوف شيء جديد مخروب أكثر من اليوم اللي قبله الحمد لله فهذا اللي خلاني ما أطلع يلا الحمد لله على السلامة وإن شاء الله تعودي هذه معلق انا بعتقد كلهم شالوا مش هيدوروا اذا في شيء وراه رجعت العالم نهار الجمعة وقت اللي لقيت الشارع عبيان عالم راجعة كتير انبسطت ونسيت كل شيء مريت فيه بس تفاجأت انه رجعوا طلعوا يعني مثل اجا عمل زيارة وراح طيب شو اجيت عملت الشيء اللي زعجني اكتر بعد بكام يوم من تاني نهار بلشت العالم تجي تفضي بيوتها وتطلع طيب انت عمالي تعيد نفس القصة اللي صارت من سنتين أخذت ثيابك وطلعت هلأ جيت عم تفضي بيتك وتطلع طيب لوين طالع البيت لمين مدشره طيب الحارة نطفت ما بقى فيها شيء يزعجك ويخوفك رجع الأمان هو رجع الأمان شو اللي مخوفك أنك ترجع خايفين من أنه بيوتهم بالدكتير ما حدا عنده رد قاعدة عم بقرا بالإنجيل بالصالون ولا قذيفة رجت البيت رج
كانوا يقولوا لي إذا صار إجت قذيفة فوت على الحمام. فوت على الحمام جنب الشمع وجنب المي وجنب ربي ساعتين وأنا قاعدة والله العظيم بالحمام ساعتين عيرت الساعة أرجف 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 وإني عت أعرف وين الباب ما عت أعرف. شهرين ونص وسنتين ونص وأنا قاعدة عند أختي وأسمع إشكال إشكال. هاي مرضت، هاي فقدت العقل، رفقاتي يحرم، هاي سافرت، هاي شحاري، وهاي اللي راحت على البرازيل وهاي راحت على إسبانيا. ولكن شو صار عليكم؟ شو صار عليكم كلكم سافرتوا؟ أنا بدي أتم هون، أنا أرمي. أمس قلت له المطران لسيدنا، أنا سوريان، سوريان أرثوذكس، قلت له يا سيدنا أنا أرمي هون. قال لي شو أرمي؟ قلت له دخيلك أنا بدي أتم هون كل العمر. أنا كثير تعذبت بحياتي بس هلا انبسطت، كثير 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 مبسوطة هلا بهالبيت. قلت له دخيلك يا رب إنك تتمم، فرحتي علي لا حد الله ياخذ أمانته. كثير مبسوطة هي قدام أنتم إخواتي، مبسوطة بأغراضي، مبسوطة بالكاسي، مبسوطة بالفرشي، مع إنه كله 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 زتيته، كله أرتين الجرابيع، كله زتيته بالشارع قبل ما ياخذوا الأرقام. قولي معلش الله بيعوض على العالم كله. وأهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا 100 مرة، أهلا وسهلا. أنا ماري أم حسين، حماصلي أبا عن جد، خليت هون بدي أموت هون. هذا اللي شايفينه هلا هو بقايا السقف بال2012 بحزيران 2012 نزلت اخر مره على الكنيسه كانت طابقه على نفسها، يعني السقف الجملون، هي الكنيسه كانت جملون سقفها قصب ولبن وهذا الخشب اللي معمول ومحطوط فوق التوتي وارميت بجزء كبير منها مثل ما قلت لك لان ما لنا كنيسه اغنياء البلد كانت، فهي كنيسة طرف. ايه فبال 2012 طبقت على نفسها ومن 2012 انا غادرت وطلعت من هداك الباب لانه هدول ما كانوا بيندخل منهم، فانا طلعت من هونيك باب اسمه باب الهيكل. هلا حاليا شايف التلي هذا ما عم بيندخل هلا منه، هلا بفرجيك اياه اذا كان اوكي. هذا قصب السقف الكنيسة رافقت اهل الحارة كتير، يعني بمعنى أنه كانت ملاذ لإلهم لأنه أهل الحارة من الناس اللي بتجمعهم البعد الإيماني وهني بالأطراف تقريباً، وبالتالي هني ضمن عائلات حمص عريقين بتاريخهم بعاداتهم بتقاليدهم. وهالكنيسة احتضنت أجيال من 1894 إلى 2012، كانت عم تحتضن أجيال تدريسياً وتربوياً ودينيا، وما قصرت ولا نهار الا لما اضطريت انا سكرت الكنيسه بال 2012 وطلعت. نعم انا كنت سمعت انه كان في ايقونات بالكنيسه وهي كانت ايقونات عندها قيمه فنيه وقيمه كتير دينيه كثير. قبل الايقونات طبعا في ايقونات هلا بحكي عنها، بس نحن عندنا حامل الايقونات. حامل الايقونات هلا اضطريت انا من شيء اسبوع يعني على قد ما بنقدر انه نحميه شوي من عوامل الزمن لبين ما ناخذ قرار شو لازم نعمل بهالكنيسة، كيف ترميم او ما ترميم او هد او 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 الى اخره، ولكن الرأي الغالب هلا بالترميم. ها
هذا اسمه حامل الايقونات او بنسمي بلغتنا نحن ايقونستاس بمعنى الكلمه المتعارفه عليها. هذا مشغول بحمص، وهذا كان موجود بكنيسة الأربعين الكاتدرائية الكبرى اللي هي من أقدم كنائسنا بحمص. تعمرت مرتين كنيسة الأربعين، مرة على أيام القديس هيلاني أمه القديس قسطنطين بالقرن الرابع، وبعدين عانت من شوية زلازل وشوية ترتيبات هدوة عمروا بدالها إلى آخره. هذا الأيقونستاس مشغول بالألف وسبعمية بحمص، وحتى في إله ورا كان في إله محل مكتوب عليه ومسجل بالآثار هذا الإيقونستاس. انتقل من كنيسة الأربعين بالألف وثمانمية وخمسة وتسعين لهون وتحط هون فيها، وظل واقف رغم كل هذا التكسير. آه مثل ما أنك شايفين التكسير اللي صار هو بالجزء اللي عانى من الخبيط، ولكن ظل واقف ما بقي منه. وهلأ إذا بتضرب بمسمار فيه ما بيدخل، ما بيدخل. هذا بيعبر على أنه بنهاية المطاف مهما وقع من فوق أساسنا صامد بهالبلد، نحن واللي بنشتغل. في أيقونات، الأيقونات كلها تنشالت. أنا جيت حزيران 2012 كان الاشتباكات، وكان جزء من الحارة طار. جينا خلال ربع ساعة حاولنا نطالع أغلى ما بنعتبره هون من أيقونستاس. في ثلاث أيقونات للرسام البطريرك سيلفستروس، بطريرك أنطاكيا سنة 1759. راسمون كان متعارف عليه بالعالم أنه في 8 أيقونات لإله. اكتشفوا أنه بحمص بهاي الكنيسة بهذا الأيقونستاس في 3 إسا. تراث هائل جدا وتاريخ عريق، عدا عن بقية الأيقونات يلي بتعود لل 1780 لل 1850 يلي انتقلت يلي كانت موجودة، وهي انتقلت من كنيسة الأربعين، ما كانت موجودة بهاي الكنيسة قبل. انتقلت بال 1895 لما تعمرت هاي الكنيسة، وهنيك عملوا أيقونستاس رخامي، كانوا فرحانين بقصة الرخام وأنه مزمار الحي لا يطرد، فتركوا هالشغل العظيم جدا وحطوا محله رخام. نحن ما بنحب كثير الرخام، بس هذاك الوقت هيك عملوا. إذا بتحب الكاميرا تشوف. نعم. بالوقت اللي أخذت الأيقونات أبونا كيف كان الوضع بي؟ يعني كيف قدرت تطلعهم؟ كان في خطر عليك؟ كان في هيك؟ أنا علي يمكن إيه طبعاً، لأنه كان معي اثنين شباب فقط هدول اللي جاسروا ونزلوا معي، وصدقاً حملوا الأيقونات على رأسهم هيك لشوي الخشب يقيهم من الشظايا اللي كانت عم تنزل بالمنطقة هون نتيجة المعارك الدائرة ونتيجة الاشتباكات الدائرة. ولو ما أنا خفت عليهم أنه هني يعني يروحوا برخيص كتير كنا طولنا أكثر شوي، بس نحن ما قعدنا أكثر من ربع ساعة ولا نقدر نطالع أغلى ما فيها الكنيسة. بيعبر هذا الأيقونستاس، إذا الكاميرا بتجرب تشوفه، يعني مثلا في ميزات حلوة. هذا عمود، بس هذا العمود ما هو مشغول من برا، هذا عمود واحد ومجوف. لاحظي مد ايدي، هذا عمود مجوف فرد سحبي، وبالتالي هلا هون مثلا مشغول نقش حلو، بس لما طلع وصار بمحل لازم يكون في عمود، فالعمود مجوف مشغول بطريقه كثير فنيه وكثير حلوه. ونفتخر انه هو مشغول بحمص، يعني لنا جايبينه من بلاد برا، لا من روسيا ولا من اليونان ولا من ايطاليا ولا من ايران، ولا شغل اولادنا بحمص، شغل نجاريننا بحمص، وعلى الاغلب هن بيقولوا عيلي يمكن على الاغلب من بيت الكيتلون. تفضل. هاي ما بقي من السيبة يلي بتكمشوا عادة، وهلأ بعد كل الهديم مستعدين نطالع 4-5 شباب يتمشوا فوق، يتمشوا فوق يعني بمعنى بتشيلهم بالرغم من كل الضرب بالرغم من كل الهديم. طبعا نحن هون بتعرفي انت في كنائسنا في مائدي أكيد مذبح
يوم اللي انا دخلت هاي المهدي منا متطايره، هاي المهدي كانت نازله على الارض هيك، كانوا في حد كبسه من فوق نزل على الارض. شو اللي صار ما بعرف، ليش هيك، شو الاجرام اللي عملته هالكنيسه ما بعرف، ولكن كثر خير الله. لاحظي مثل ما قلت لك انه هي بالاساس منا بناء لناس اغنياء، في بناء لناس فقراء، بس هن بيشتغلوا فاشتغلوا اللي بيقدروا عليه. لذلك هذه اساتا فيها لبن، اساتا هذا الطين الكلس، كلس وانب بنسميه نحن كلس وانب، وهي طريقه بناء خليني اقول مش للقصور الفخمه، بتروحي على الكاتدرائيات في قصور فخمه. ابونا بس رجعت نعم. اول مره على هذه المنطقه وشفت الكنيسه، يعني اي وقت شفتها للكنيسه او اي ما تعرفت انها تدمرت؟ وقت اللي تدمرت بحزيران، ونزلت بعد باسبوع، نزلت بعد باسبوع، بس يعني بمعنى انه نتيجه الاصرار الرئاسه الروحي سمحت اني انزل بشرط ما تطول بس اشوفها. وطبعا مثل ما قلت لك انا ما قدرت دخلت على الكنيسه، انا دخلت من هون، لا قدرت فت ووقفت هون، لم تبدي نمنون الايقونات شلتها من ورا. انا هدول واحده اثنين ثلاثه هدول كسرتهم بايدي انا والشباب اللي معي، كانوا معي اثنين شباب كسرناهم بايدينا، مع انه ما بتكسروا هلا ضوبيا ما بتكسروا، بس بهداك الوقت كان عندنا صراع مع الزمن، صراع مع التاريخ اللي ما بدنا يعني يروح بهالسرعه الهائله. بس نشكر الله انقذ ما يمكن انقاذه، بعدين اللي ضلوا هون انقذوا ما يمكن انقاذه وشالوا اللي بيقدروا يشيلوه، ويوم من الايام اكيد رح نعرضهم هدول ونقول انه ما زلنا محافظين على تراثنا بهذا البلد ورح نستمر فيه. هدول بيتعمروا ما لنا مشكله. كانت لحظة صعبة، لحظة العودة للكنيسة مدمرة بالكامل لأبونا؟ طبعاً نحن هاي الكنيسة تهدمت بعد ما راحوا كل الناس وتهجروا، وخليني أقول يعني أرغموا على ترك بيوتهم. فالكنيسة الأم اللي راعت 100 سنة، يوم اللي راح أولادها راحت معه، وبالتالي إذا في حد يستشهد من أولادها فهي مثله، منا أغلى منه. ولذلك فرحانين فيها نحن انه استشهدت من عمير من ساوي، بس يعني نشكر الله ستبقى شاهدي، جسمنا ما راح يموت لانه جسمنا مقدس. يمكن نغير القشري بس الاصل بده يضل. كانت تهتم باخر فتره، نحن كنا هون بتعداد سكاني بحدود 2000 عائلة بدينوا بالولاء لهالمركز العبادي، وكانت المدرسة بتضم لها بحدود 600-700 طفل، وبالتالي كمان كان فيها جنين، يعني كنت عامل جنين ومراجيح وألعاب أطفال، فبالتالي كان في على الأقل وبفترة الصيف أولا وبعدين أقل وبفترة الشتاء كان بيفتلوا 1000 بني آدم على هالي، وبالتالي ما كانت مركز كتير بسيط ولا كانت أشياء هيك على الهامش. صح بصمت، صح ما في كان ضجة إعلامية، ولكن أنا لما بقعد بفكر هلأ شو كنا نعمل بهداك الوقت، كان في عظمة ما طبيعية، عظمة بس من الناحية الروحية هاي ما بتبين يعني ما بتبين إلا لما بتجيك بعدين المراسلات، إلا لما بيجيك الناس اللي عم تتصل، إلا لما الناس بتقول إنه نحن خسرنا ولكن نحن مستعدين نرجع نعمر من جديد يوم اللي بتقرر تحب. بفرحك قديش زرعة بقلوب الناس، إن كان الكنيسة وإن كان المدرسة، ما فينا نلغي المدرسة عم تربي أجيال، بس هي باحتضان هالكنيسة ما بحد بيقدر يحب الله عن جد إذا ما بيعرف يحب اللي قدامه عن جد. وهذا اللي تعلمناه وهذا اللي علمته الكنيسة، لذلك بدنا نرجع نعمل.
إذا ما أنا رجعت أكيد أولادي، وإذا ما أولادي رجعوا الحارة بدها تعمر، المنطقة بدها تعمر، والكنيسة بدها نعمر. ولكن ما فينا نرجع الماضي، تبي فينا نستمر، فينا نكمل، بس الماضي راح، امبارح ما بيرجع لا عمرا ولا يعني لا زمانا ولا مكانا ولا أي شيء، ما بيرجع الماضي ولا شيء بيرجع. ولكن بنستمر نحن، شو حملنا من الماضي؟ حب منكمل فيه، شو حملنا من الماضي؟ بغض منكمل فيه، ونشكر الله نحن بمكان ما تعلمنا إلا نحب إلا نبني. مشان هيك مش مفاخرة، ولكن مع هالناس اللي بتحب، أنا لما رحت على منطقة ما فيها كنيسة لأولادنا، بالرغم من كل الحرب، بالرغم من أنه كنيستنا عم تتهدم، نحن كنا عم نعمر كنيسة تانية، عم نعمر كنيسة تانية، وبدنا نضل نعمر، لأنه العمار هو ما بدي أقول فلسفي، ولكن هو منطق نحن تعلمناه أنه ما تساعد أبداً بالهدم، دائماً ساعد بالعمار، ساعد بالحب، ساعد بالبناء. واحد بيزرع والتاني بيسقي والرب ينمي، يقول الكتاب. بتسامح أبونا اللي هدم الكنيسة؟ إذا في مسيحي ما بيسامح بيبطل يكون مسيحي. ولكن ما معناته أنه نحن منغوليين عقلنا بيخض، وبالتالي اللي بيقول لنا تش بنقول له مش، لا مش هيك المقصود. بس لما أي واحد بيعتذر بيقول أنا آسف على اللي عملته، برد بقول لك الماضي ما بيرجع، نقدر نقول له مشان بكرة أهلا وسهلا. والبلد ماشي بهالطريقة، ونشكر الله البلد والدولة ماشي بهالطريقة، قيادتنا بهالبلد ماشي بهالطريقة، يلي بيسلم سلاحه وبيعتذر فالدولة عم تضمن له أنك أنت عندك مستقبل وعندك غد، ولكن إلك عقاب كونه إذا كان عنده مشكلة. فكيف بالأحرى نحن يلي بدنا نعلم الناس تسامح؟ نحن هلا عم نقول للناس بنتي انه الله اعطانا ايدتين، ما مشان نمسك طرف واحد، نحن بالايدتين نمسك طرفين، وهدول الطرفين اذا كانوا مختلفين فبيعتازوا مننا شويه قوه لحتى نشدهم لبعض، واذا ما مختلفين بيعتازوا مننا شويه قوه لنطير نحن وياهم في رحاب مستقبل حلو جديد. الهديم ما بس بالحجر، انت بتعرفي انه في حجر تهدم بس في ناس تشتتت. هاي البلد ما انعملت لحتى تفرغ، بدنا نضل موجودين كلياتنا، وبدنا نرجع، حتى اللي راح فترة بده يرجع. هاي البلد في إلى فرادي هائلة جدا، انه من 10,000 يمكن من اكثر من 10,000 من ايام السومريين بعدها بتقطع ناس بلا طعم مرقوا عليها، بعدها بتمرق ناس بظلامية سوداء مرقوا عليها، بتمرقوا وبيطحنوا الزمان، وبيرجع الشعب بيوقف، وبترجع محبتنا بتوقف، وبيرجع تناغمنا بيوقف، وبترجع اختلافاتنا واختلافات عاداتنا واختلافات تقاليدنا، ولك أحيانا اختلاف لهجاتنا الحلوة بيرجع بيوقف على إجري، وبترجع بتكمل شيء اسمه سوريا. على مر العصور موجود ورح يتم، رح يتم، ما بصير القصة منا قصة حجر، نحن عم نعمر لحتى الناس ترجع تنلم، بدنا نرجع نلم. ما تصدقي بس نروح لبرا، راح نروح ونحن أسياد موقف، راح نروح غربة، راح نروح درجة تانية، درجة تاسعة، درجة عشرة، يمكن ما بعرف، يمكن بالأول يفرحوا فينا شوي، بس نحن هون نرجع لبيتنا، هذا بيتنا، هدوا منظبطوا، بيرجعوا بيهدوا منرجع منظبطوا. القديس الطبيب الشافعي إليان أكيد سمعت فيه، بال265 استشهد، طيب مات شهيد، وهي هلا بعد
20 قرن 18 قرن بعد 18 قرن بعده عم يروح شهداء في هالبلد. ما في شيء عم يتغير بس البلد عم تضل واقف. بيروح اليوم شهداء وراح امبارح شهداء ويمكن انا وياك ما ترجع تلتقي فينا بعد شوي بس في حد بيكمل. وعلى رأي فيروز منكم اللي بقيوا